انا الاب ديالو متخلي عليهم مره ما عمرو شافو، هو دابا عنده 7 سنين ما عمرو شاف، تخلي عليهم مره. فقر الدم وهذيك الولسيسه قال لي دكتور لما درتي له شي العمليه يعني راه يتكون له سرطان. الولسيسه كتحرقني وما كنقدرش نعس بها، كتحرقني ملي كنبغي نعس كنبكي بها، كتحرقني ماما كتصاوبني الدواء وكتبقى تحرقني. فوقاش هي كتحرقك؟ ها في الليل ملي كنبغي نعس الولسيسه كتبقى تحرقني. انا عندي ولدي خاصو يدير عمليه على ديك الولسيسه اللي مورا ودنو، ما عنديش شي امكانيات، انا راه انا اللي رب اسره مقابله، ما كاينش الاب ديالهم، مش عنديش شي خدمه مزيانه راه تقول كنخدم ولا شي حاجه، راه تعرف هي في الرشا مذبيعه متجوله، هي راه داكشي الحاجه قديمه، ما كنلقاش كيفاش ندير وانا كاريه ب 900 درهم الكرا المصروف والوليد. انا بخصوص الوليد محطه من ناحيه خاصو يدير العمليه على ديك الولسيسه، وعاد التحاليل انا قطعت له التحاليل وداك الشيء، واللي بغى يتعاون معايا الله يجزيه بخير والله يرحم ليه الوالدين، واللي بغى يجي يتاكد بيد ويجي مرحبا. انا ما حاسه حتى شي واحد اللي بغى يجي يشوف الحاله ديالي ولا الوضعيه فين عايشه، لا اله الا الله محمد رسول الله، واللي بغى يتعاون معايا الله يجزيهم بخير والله يرحم ليهم الوالدين والله يوقف معاهم. هذا الشيء اللي كنتمنى ملي كان عنده عام ما لقيتلوش الشهادة. انا التحاليل دابا انا وقفتهم ليه، راه كتشوف الحاله الوضعيه ديالو كي دايره، كي مرض لي شحال مره كنطلعو السبيطار محمد الخامس يدعيو لي باري الثلاجه عامره غير بالدواء ديالو، اللي بغيت نجبدو تشوفوه مرحبا، واللي بغيت يتاكد مرحبا بي. انا ما لقيتلوش الجات كيضيع قدامي وما لقيتلوش الجات، كنتمنى شي دكتور اللي في قلبه الرحمه يجي يتكلف له هو ما يعطيني، انا ما خصني حتى حاجه، انا خصني ولدي يتعالج ليا. فقر الدم وهذيك الولسيسه قال لي دكتور لما درتي له شي العمليه على راه يتكون له سرطان. ما عرفتي داك التكاليف حتى ديك 200 درهم باش نقدر ندير له التلفازه وداك الشيء يبان له وداك الشيء شنو كاين، ما عنديش امكانيات باش ندير له هذيك 200 درهم. حنا راه مره نتغداو مره ما نتغداوش، مره نتعشاو مره نتعشاوش، انتم كتشوفوا الحاله كي دايره. كنبيع ونشري، هي كنبيع ونشري، هذا الشيء الصاك فين حاطه كنت نهود للشوطيه، تعرف المخزن كيجريو علينا مره يخليونا مره ما يخليوناش نفرشوا. والله ما نقدرش نقول لك واحد المبلغ، تقول شي 1500 درهم هذه عيب ديطايلا جي نجمعها. لا الاب ديالو متخلي عليهم مره ما عمرو شافو، هو دابا عنده 7 سنين ما عمرو شاف، تخلي عليهم مره. لا ما كنعرفش الجمعيات، واخا انا دابا انا ساكن هنا الجمعيات ما كنعرفهمش، ما عرفتي كنتمنى شي محسنين ولا جمعيه ولا اي واحد بغى يجي يتاكد من الحاله ديال ولدي هو يدي، ما يعطيني حتى حاجه، هو يتكلف له يدي الله يجزيهم بخير والله يرحم ليهم الوالدين والله يوقف معاهم. الحاله هي باينه، اللي بغى يجي يتاكد ولا بغى يجي يشوف مرحبا، انا راهي كاريه حتى الكونترا ديال الدار نعطيها لهم باش كاريه، باش كندير له التحاليل في السبيطار محمد الخامس. هي هذيك نخلصها ب 60 درهم هي التحليله ديال الدم بلا الدواء. الشيء اللي كاين الله يوقف معاهم الله يرحم ليهم الوالدين والله يسهل عليهم داخل المغرب وخارج المغرب. انا كنتمنى شي محسن يتعاون معايا لا في الكرا لا في كل شيء، حنا لا اله الا محمد رسول الله وصافي. كيكون عنده فيها الحريق عنده فيها الاعراض بزاف كتحرقو بزاف ما كيقدرش ينعس بها ما كيقدرش يبقى يبكي ليا، كنجيب له واحد الدواء كنعطيه له يشربه كنعطيه له يشربه. هادشي اللي كاين لا اله الا محمد رسول الله وصافي الله يدير الشتاوي الخير. كنطلب محسنين يتعاونوا معايا يتكلفوا لي بولدي يتعالج ليا والكرا، ولا اله الا محمد رسول الله وصافي الله يدير الشتاوي الخير. هادشي اللي كنتمنى من المحسنين يعاونوني الله يرحم لي الوالدين والله يوقف معاهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.